أدوات ذكاء اصطناعي كتير بتقدر من خلالها تشتغل بأكتر من طريقة، وفي منها اللي بتقدر من خلاله تحول مجرد نص لفيديو احترافي. خليك معايا علشان تعرف في الحلقة دي باختصار وبسرعة أفضل 5 مواقع ذكاء اصطناعي تحويل النصوص لفيديوهات أنيميشن. مبدئيا كده أعرفك أصلا إيه الفايدة من المواقع دي. أنت تقدر من خلال المواقع دي تجيب أي سكريبت أو مقال وتحوله لفيديو، وطبعا المحتوى المرئي أقوى بكتير من مجرد نص موجود قدامك، وده تقدر تستخدمه بطرق كتير لتحقيق ربح من الإنترنت، وكمان ده هيكون مؤثر بشكل أكبر وأسهل وأسرع. وكمان الأدوات دي بيعتمد عليها المبتدئين والمحترفين، يعني مش أي حاجة وخلاص، أفكار بسيطة بتقدر تحولها لقصص مدهشة هتوفر عليك وقت كبير ومجهود وفلوس كمان. ده غير ان الاستخدامات كتير، بس انت شغل دماغك معايا وتابع الحلقات بضمير. يلا بينا على اول موقع ليا بيكس، واللي من خلاله هتقدر تتحكم في حركة الصور ال2 دي هتخليها 3 دي. ده غير امكانيات كتير قوي موجودة في الحركة والاكسبورت، وده هتعمله في خطوات بسيطة. اول حاجة هترفع صورة وتكون 2 دي، بعد كده هتبدأ التحويل علشان تتحكم في كل حاجة من حركة الشخصية والسرعة، وبعد كده تعمل اكسبورت وتختار الامتداد والجودة، وطبعا اللي هتحدده ده هيكون في حدود الباقة المجانية. الاداة التانية هي ادوبي اكسبريس، وباختصار كده شعار الموقع ده هيخلي صوتك فيديو انيميشن. اختار الشخصية، سجل الصوت واتفرج على الفيديو، هو ده بس كده. هتحط الصوت اللي سجلته في الموقع او حتى من موقع تاني على الشخصية وشوية قص ولزق، وتكون جمعت الفيديو وشرحت الموقع برضو بالتفصيل. بس هقولك الخطوات بسرعة. اول حاجة اختار شخصية من شخصيات كتير متاحة، هتسجل الصوت من الموقع او ارفع ملف صوت جاهز هيركب الصوت على الصورة، وكده خلصت تقدر تنزل الفيديو. الموقع الثالث كريكي اي اي، موقع رهيب لصناعة الانيميشن، وهتلاقي فيه قدرة كبيرة للتحكم وخيارات كتير متاحة تقدر تعمل منها اي فيلم في خيالك. الخطوات بسرعة، هتدخل على الموقع وتسجل الدخول، اختار الشخصية والحركات بتاعتها المتاحة، تقدر كمان تعمل جينيريت لافاتارز والشخصيات المتحركة بنص تدخله. الموقع الرابع اللي هو زيرو سكوب اي اي، وده عبارة عن اوبن سورس موديل بتعمل منه فيديوهات، وتقدر تعتمد بالتحديد على زيرو سكوب فيرجن 3. هتفتح الموقع وتفهم بيشتغل ازاي واستفيد منه بالشريحة المجانية. اخر موقع الخامس اللي هو هيجين، تقدر تحول منه السكريبت لفيديو احترافي بسرعة جدا مع الشخصيات الكتير المتاحة والقوالب المتوفرة الجاهزة. تقدر في الفيديو الواحد تجمع اكتر من مشهد مختلف، اختار الشخصية حط السكريبت وهو هيركب الصوت على الصورة اللي تم تحديدهم. افضل مواقع تقدر تشتغل من خلالها، وخد بالك المواقع دي شرحتها بالكامل في حلقات منفصلة، تقدر ترجع للحلقات دي لو عايز شرح مفصل عن موقع معين. انا قلت اقولك كده المواقع دي بسرعة علشان تبدأ ان انت ترجعها من الحلقات، وازاي تقدر تستغل كل موقع بالشريحة المجانية المتوفرة فيه احسن استغلال تقدر تحقق منه دخل من الانترنت. اتمنى التوفيق للجميع، دمتم بخير واشوفكم الحلقة الجاية.